نعم شباب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدنيا والآخرة: باب مسح الخف. ذكر هذا الباب بعد الوضوء لمناسبة ظاهرة، وذلك أن مسح الخف بدل عن غسل الرجل، ومشروعية المسح الخفين ثابتة بالسنة المتواترة، بل ثابتة أيضا بالقرآن الكريم في قراءة وأرجلكم بالجر عطفا على رؤوسكم، كما حملها عليه أي على مسح الخفين جماعة من العلماء. قال رحمه الله تعالى: يجوز في الوضوء، أي يجوز مسح الخفين في الوضوء. وقوله رحمه الله تعالى يجوز في الوضوء تضمن مسائل، وقبل أن نشرع في هذه المسائل بارك الله فيكم، لابد أن نعلم أن الكلام في المسح على الخفين له خمسة محاور. المحور الأول حكم المسح على الخفين، والمحور الثاني شروط المسح على الخفين، والمحور الثالث مدة المسح على الخفين، والمحور الرابع كيفية المسح على الخفين، والمحور الخامس مبطلات المسح على الخفين. فهو سيأتي على هذه المحاور الخمسة واحدا واحدا، ربما ذكرته الآن غير مرتبة، لكن هو سيذكرها بطريقة أخرى. فأول أمر ذكره رحمه الله تعالى هو حكم المسح على الخفين، فأشار إليه بقوله يجوز في الوضوء. قوله رحمه الله تعالى يجوز في الوضوء تضمن ثلاث مسائل. المسألة الأولى في قوله يجوز مشروعية المسح على الخف، وهو يشعر بأن المسح على الخف ليس هو الأفضل، لأنه عبر بقوله يجوز. ولذلك مذهب الشافعية رحمهم الله تعالى أن غسل القدمين أفضل من مسح الرجلين. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، المسح على الخفين جائز، لكنه في حالات يرقى إلى الوجوب، وفي حالات يكون مستحبا، وفي حالات يكون حراما، وهذه الحالات معروفة في الشروح والحواشي. نذكر حالة لكل واحد ولا نطيل بها. يكون واجبا كما لو كان معه ماء يكفي للمسح فقط، ويكون مستحبا كما لو ترتب على غسله لقدميه فوات الجماعة، فإن المسح على الخفين حينئذ يكون مستحبا، ويكون حراما كما لو كان الخف مغصوبا، فإن المسح على الخف المغصوب حرام مع الإجزاء، وقد يكون حراما مع عدم الإجزاء كما لو كان عاصيا بلبس الخف لذاته، كأن يكون محرما ولبس خفا من غير عذر، فحينئذ نقول يحرم عليك المسح، تمام، ولا يجزئك أيضا، لأنه حينئذ يكون عاصيا بذات اللبس. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة في قول الإمام النووي رحمه الله تعالى في الوضوء، هذا قيد احترز به من الغسل، فإن الخفين يمسحان في الوضوء فقط دون الغسل، سواء كان واجبا أو مندوبا، ودون النجاسة. فلو كان مثلا في قدمه نجاسة فإنه لا يكفيه أن يمسح على الخفين. قال رحمه الله تعالى: للمقيم يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها. هذا بيان للأمر الثاني من الأمور التي ذكرناها في بداية الدرس، وهو مدة مسح الخفين. والدليل على هذه المدة حديث
أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للمسافر 3 أيام بلياليهن وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. فالمقيم بارك الله فيكم يمسح يوما وليلة، والمسافر يمسح 3 أيام بلياليها. ومثل المقيم في هذا من سافر سفرا قصيرا، ومن سافر سفرا طويلا وكان عاصيا بسفره، ومن كان عاصيا بإقامته. هؤلاء الثلاثة لهم حكم المقيم، أي أنهم يمسحون يوما وليلة فقط. قال رحمه الله تعالى: من الحدث بعد لبس. هذا بيان لوقت ابتداء المدة، أي أن المدة وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر تبدأ من الحدث بعد اللبس. والمراد بقوله رحمه الله تعالى تبدأ بالحدث، أي بنهاية الحدث. لماذا؟ لأنه بانتهاء الحدث يدخل وقت جواز المسح على الخفين، وبالتالي لما كان وقت جواز المسح على الخفين يدخل بانتهاء الحدث، كان انتهاء الحدث هو أول المدة. قال رحمه الله تعالى مبينا مسألتين تنبني على المدة. قال: فإن مسح حضرا ثم سافر أو عكس لم يستوفي مدة السفر. المسألة الأولى: لو أنه مسح حضرا ثم سافر فإنه يتم مسح مقيم تغليبا لجانب الحضر. والمسألة الثانية: لو أنه مسح حال كونه مسافرا ثم أقام فإننا ننظر إن كان أقام قبل مضي يوم وليلة، إن كان أقام قبل أن يمضي عليه يوم وليلة فإنه يتمم المدة. تمام؟ أي يتمم اليوم والليلة. وإن أقام بعد أن مضت يوم وليلة فإنه يجب عليه النزع ويغسل القدمين. قال رحمه الله تعالى: فإن مسح حضرا ثم سافر أو عكس لم يستوفي مدة السفر. ولاحظ معي أن هذا الحكم هنا مناط بالمسح. بمعنى آخر، لو أنه لبس الخف في الحضر وأحدث في الحضر ومسح في السفر، فكم يمسح يوما؟ 3 أيام. لكن لو أنه لبس في الحضر وأحدث في الحضر ومسح ولو خفا واحدا في الحضر فإنه يتم يوما وليلة فقط. واضح؟ قال رحمه الله تعالى: فإن مسح حضرا ثم سافر أو عكس لم يستوفي مدة السفر. وشرطه، شرع رحمه الله تعالى في بيان شروط جواز المسح على الخفين. هذه الشروط، شروط جواز المسح على الخفين، هي المحور الثالث من المحاور الخمسة التي ذكرناها بداية الدرس. فقال: وشرطه أن يلبس أي الخف بعد كمال طهر. وذلك للحديث السابق: إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. أرخص النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما، أخرجه ابن خزيمة. والمراد بقوله رحمه الله بعد كمال طهر، أي من الحدثين الأصغر والأكبر. وعليه فلو أنه غسل رجلا وأدخلها خفها ثم غسل الأخرى وأدخلها خفها لم يجز المسح حتى ينزع الرجل الأولى من موضع القدم، تمام، وإن لم تخرج عن الساق ثم يعيدها، يكفي أن ينزع من موضع القدم فقط، تمام، حتى ولو لم تخرج من الساق ثم يعيدها.
وقوله رحمه الله تعالى أن يلبس بعد كمال طهر، طبعا هذه المسألة مما خالف فيها الشافعية الحنفية. الحنفية يقولون لا يشترط أن يلبس الخف بعد كمال طهر، يكفي مثلا لو كنت محدثا وأردت أن أمسح على الخف فأغسل القدمين ثم ألبس الخفين، أستعمل الخفين ثم بعد ذلك أكمل الوضوء. وذلك مبني عند الحنفية على أن الترتيب في الوضوء ليس فرضا، ونحن مر معنا أن من فروض الوضوء الترتيب. قال رحمه الله تعالى وشرطه أن يلبس بعد كمال طهر، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال ساتر محل فرضه، المراد بمحل الفرض القدم بكعبيه من كل الجوانب ما عدا الأعلى، فلا يلزم أن يكون الخف ساترا للقدم من أعلى. وبالتالي لو رؤي القدم من أعلى بأن كان الخف واسع الرأس مثلا فإن هذا لا يضر ويجزئ المسح عليه، وهذا عكس ساتر العورة في الصلاة. قال ساتر محل الفرض طاهرا، واضح؟ أي أن يكون الخف طاهرا. خرج بقوله طاهرا ما لو كان الخف نجسا أو متنجسا. والخف بارك الله فيكم له ثلاثة أحوال، إما أن يكون طاهرا أو أن يكون نجسا أو أن يكون متنجسا. وقد عملت التخطيط تشجير مع الأستاذ عبد الرحمن يعرضه علينا حتى يختصر لنا الوقت. نعم أحسنتم، لو تكبر الصورة قليل يا شيخ عبد الرحمن. أحسنتم، انظروا معي بارك الله فيكم. الخف إما أن يكون طاهرا فهذا الخف الطاهر يجزئ المسح عليه، واضح؟ وإما أن يكون الخف نجسا كأن يكون الخف صنع من جلد ميتة لم يدبغ فهذا لا يجزئ المسح عليه. والثالث أن يكون الخف متنجسا، أي أنه في أصله طاهر لكنه حصلت له نجاسة، عرضت له نجاسة، فهذا المتنجس له حالتان، إما أن يكون متنجسا بمعفو عنه وإما أن يكون متنجسا بغير معفو عنه، يعني إما أن تكون النجاسة مما يعفى عنه وإما أن تكون النجاسة مما لا يعفى عنه. فإن كانت النجاسة مما يعفى عنه فإنه يجزئ المسح عليه بشرط ألا يمسح على موضع النجاسة، تمام؟ هذا إذا كان متنجسا بمعفو عنه. طيب وإذا كان متنجسا بغير معفو عنه، فهنا اختلف الإمامان العظيمان الرافعي والنووي. فعند الرافعي يجزئ المسح عليه بالشرط السابق وهو ألا يمسح موضع النجاسة غير المعفو عنه أو غير المعفو عنها، فهمت؟ هذا معتمد الرافعي، وهذا الذي اعتمده الإمام الرافعي رحمه الله تعالى جزم به العلامة بن المقري إسماعيل صاحب الإرشاد. طيب يقول قائل إذا كان الأمر كذلك ماذا سيستفيد بمسحه على الخف الذي به نجاسة غير معفو عنها مع كونه لا يستطيع أن يصلي به؟ نقول يستفيد بالمسح في هذه الحالة أنه يجوز له أن يمس المصحف ويجوز له أن يحمل المصحف. وظاهر كلام العلامة جلال الدين المحلي رحمه الله في شرح المنهاج أنه يميل إلى هذا الرأي، حتى أن العلامة بن قاسم في شرح المنهاج مصباح المحتاج جرى على هذا الرأي على معتمد الرافعي. أنتم معي؟ إذن معتمد الرافعي هذا جزم به ابن المقري، جرى عليه ابن قاسم في شرح المنهاج، وأيضا ظاهر عبارة المحلي في شرح المنهاج أنه يميل إلى ذلك، قال ويؤخذ، تمام؟
معتمد الإمام النووي رحمه الله عدم إجزاء المسح بهذه الصورة، وهو ما اعتمده شراح المنهاج الثلاثة، تمام، العلامة الخطيب والعلامة بن حجر والعلامة الرملي رحمهم الله تعالى ورحم الله سائر العلماء. هذه خلاصة المسألة. إذا ما الذي يتلخص لنا؟ يتلخص لنا، انتبه، أنه لا يجزئ المسح على الخف النجس، واحد، كخف صنع من جلد ميتة لم يدبغ، اثنين، وأنه لا يجزئ المسح على خف متنجس بنجاسة غير معفو عنها مطلقا على معتمد الإمام النووي، على الثاني، والثالث أنه لا يجزئ المسح على خف متنجس بنجاسة معفو عنها إذا مسح موضع النجاسة. هذه ثلاثة أشياء أو ثلاث حالات لا يجزئ فيها المسح. قال رحمه الله تعالى طاهرا، ثم ذكر الشرط الثالث فقال: يمكن اتباع المشي فيه لتردد مسافر لحاجاته. انتبه بارك الله فيك، هذا الشرط تستفيد منه فائدة مهمة، وهي أن الخف لماذا يتخذ؟ ما المقصود من اتخاذ الخف؟ الجواب: المقصود من اتخاذ الخف أصالة هو المشي عليه في تردد الإنسان لحوائجه، هذا المقصد الأصلي. هنالك مقاصد أخرى تكون ثانوية لا تقصد أصالة، مثلا في بعض البلاد الباردة يلبسون الخوف للتدفئة وليس للتردد، واضح؟ ولذلك بعد قليل سيأتي معنا مسألة الجرموق، هل يجزئ المسح عليه أو لا يجزئ؟ ما سبب الخلاف؟ سبب الخلاف في الجرموق أنه لا يلبس إلا نادرا، وهو الخف الأعلى الذي يلبس على خف أسفل، بخلاف الخف المعتاد الذي يلبسه الإنسان، الذي يلبسه الإنسان من أجل ماذا؟ من أجل حوائجه، يستعمله الإنسان من أجل حوائجه. إذا تقرر هذا فهنا قال رحمه الله تعالى: يمكن تتابع المشي فيه لتردد مسافر لحاجاته. والمراد أن يكون ذلك ممكنا في المدة التي يراد فيها المسح. يعني لما قال لك الإمام النووي رحمه الله يمكن متى؟ خلال المدة التي يمكن فيها المسح، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، واضح؟ وبالتالي لو وجدت خفاف مثلا، هذه الخفاف إذا لبسها الإنسان يوما واحدا تخرقت، تمام؟ فهل يجزئ المسح عليها أو لا يجزئ؟ الجواب لا يجزئ، تمام؟ والذي يظهر والله أعلم أنه لو وجدت خفاف إذا استعملها الإنسان يومين تخرقت، ولو استعملها في حوائجه يوما واحدا لا تتخرق، ولو استعملها في حوائجه يومين تتخرق، أن هذه يجزئ للمقيم أن يمسح عليها ولا يجزئ للمسافر أن يمسح عليها. أنتم معي؟ طيب، وتفهم من هذا أيضا أنه لا يجزئ المسح على الخف الذي صنع من زجاج بحيث لا يمكن تتابع المشي فيه. أما إذا كان نوع الزجاج مثل الآن يمكن أن يضاف له مواد فيصبح مما يمكن تتابع المشي عليه، فحينئذ يكون قد تحصل الشرط فيه، ولا يصح المسح على خف شديد السعة، واسع جدا أو ضيق جدا أو ثقيل جدا، لا يمكن تتابع المشي عليه في قضاء الحوائج. ثم أشار رحمه الله تعالى إلى شرط الرابع، لكن هذا الشرط الرابع فيه خلاف، المعتمد عدم اشتراطه، فقال: وقيل حلالا، أي وقيل يشترط أن يكون الخف حلالا، فلو كان الخف حراما لا يصح المسح عليه. لماذا؟
ما مستند هذا القيل؟ مستند هذا القيل أن المسعى على الخفين رخصة، والرخص لا تناط بالمعاصي، والمعتمد أن ذلك لا يشترط قياسا على الوضوء بالماء المغصوب. فكما أننا نقول بالوضوء في الوضوء بالماء المغصوب أن الوضوء يصح مع الإثم لانفكاك الجهة، كذلك نقول هنا لانفكاك الجهة، لأن المعصية هي الغصب وليس المسح. ومن هنا تعلم أنه لو كان عاصيا بذات اللبس أنه لا يجزئ المسح عليه، وذلك في يعني يمكن تصويره في المحرم الذي لبس خفا من غير عذر، فإنه عاص بنفس اللبس. واضح؟ ثم قال ولا يجزئ منسوق لا يمنع الماء في الأصح. أشار رحمه الله تعالى إلى شرط خامس، إذا اعتبرنا أن الرابع هذا شرط وإن كان المعتمد ليس شرطا، تمام؟ هذا شرط خامس أو رابع من حيث الاعتماد، وهو أن يكون الخف مانعا لنفوذ الماء من غير محل الخرز لو صب الماء عليه. فقوله هنا ولا يجزئ منسوق، لأن المنسوق لا يمنع نفوذ الماء، لأن المنسوق لا يمنع نفوذ الماء. طيب هذا الشرط ما مستنده؟ مستند هذا الشرط بارك الله فيكم أن الخفاف غالبا تمنع نفوذ الماء أن يصل إلى القدم، لا من محل الخرز، هذا شأن الخفاف في الغالب. وإذا كان هذا شأن الخفاف في الغالب فينبغي أن تحمل نصوص الشرع على الحال الغالب فيها. واضح؟ وقوله رحمه الله تعالى في الأصح إشارة إلى الخلاف، فمقابل الأصح أنه يجزئ المسح على الخف المنسوب الذي لا يمنع ماء قياسا على الخف المتخرق. واضح؟ قياسا على الخف المتخرق. إذا تقرر هذا بارك الله فيكم فالمعتمد ما سمعتم وعرفتم مستنده. وقوله رحمه الله ولا يجزئ منسوق لا يمنع الماء، قوله لا يمنع الماء هذا قيد، تفهم منه أنه لو كان منسوقا يمنع الماء فإنه يجزئ المسح عليه. ثم قال رحمه الله تعالى ولا جرموقان في الأظهر، أي لا يجزئ المسح عليهما. لماذا؟ لأن الحاجة إلى الجرموق لا تعم، فالجرموق لا تعم الحاجة إليه، بمعنى لا يحتاج إليه إلا في النادر. واضح؟ هذا هو الأظهر. ومقابل الأظهر أي الظاهر أنه يجزئ المسح عليه، لأن شدة البرد قد تحوج إلى لبسه، قد تحوج إلى لبسه. طيب تقدم قبل قليل بيان الجرموق، وهو الخف الأعلى الذي يلبس على خف أسفل. إذن المعتمد في المذهب أنه لا يجزئ المسح عليهما، طيب أو لا يجزئ المسح عليه. هذه مسألة الجرموق فيها تفصيل طويل، لخصته في تشجير يعرضه الشيخ عبد الرحمن حتى لا يأخذ منا وقتا طويلا. أحسنتم، أيوة انظر معي بارك الله فيك، هذان الخفان لهما أربع حالات. الحالة الأولى أن يكونا قويين، الحالة الثانية أن يكون الخف الأعلى قويا والخف الأسفل ضعيفا، الحالة الثالثة أن يكون الأعلى ضعيفا والأسفل قويا عكس الثانية، الرابعة أن يكونا ضعيفين، فكل حالة لها حكم.
فالحالة الأولى إذا كان قويين فإنه يتعين مسح الأسفل، وهذه مسألة المتن، واضح؟ هذه مسألة المتن. قال ولا جرموقان في الأظهر، أي لا يمسح على الجرموق الأعلى بل يتعين مسح الأسفل، تمام؟ الحالة الثانية إذا كان الأعلى قويا والأسفل ضعيفا فإنه يمسح على الأعلى، وحينئذ يكون الأسفل كاللفافة، يكون الأسفل كاللفافة، فالعبرة بالأعلى لأنه قوي، والمراد بكونه قويا أي أنه استجمع الشروط السابقة. الحالة الثالثة أن يكون الأعلى ضعيفا والأسفل قويا، فأيضا هذه كالحالة الأولى يتعين مسح الأسفل لأن الأسفل هو الصالح للمسح دون الأعلى. الحالة الرابعة أن يكونا ضعيفين، فحينئذ لا يجزئ المسح عليهما، وهذا واضح لاختلال الشرط فيهما. نعود إلى الحالة الأولى والحالة الثالثة. قلنا في الحالة الأولى والثالثة يتعين المسح على الأسفل، صح؟ طيب لو أنه مسح على الأعلى فوصل البلل إلى الأسفل، فما الحكم؟ نقول إذا مسح على الأعلى ووصل البلل إلى الأسفل فعندنا خمس حالات، في ثلاث حالات يجزئ المسح أو يجزئ ذلك الوصول، وفي حالتين لا يجزئ. لو مسح الأعلى فوصل البلل إلى الأسفل، فالصورة الأولى أنه قصد الأعلى فقط، فإذا كان قد قصد الأعلى فقط فإنه لا يجزئه حينئذ. لماذا؟ لأنه بقصده للأعلى يكون قد فاته قصد الأسفل الذي هو المعتبر في المسح. فهمتم علي ولا لا؟ طيب الحالة الثانية أن يقصد الأسفل فقط، بمعنى أنه مسح الأعلى فوصل البلل للأسفل وهو يقصد الأسفل، فهذا يجزئه، هذه حالة الإجزاء. الحالة الثالثة إذا قصد الأعلى والأسفل، مسح الأعلى ووصل البلل إلى الأسفل وقصدهما معا، قصد الأعلى وقصد الأسفل، أجزأه ذلك. الحالة الرابعة إذا قصد واحدا منهما لكن لا بعينه، قصد واحدا من الخفين لكن لا بعينه، فحينئذ لا يجزئه. الحالة الخامسة إذا لم يقصدهما بل قصد المسح في الجملة، قصد أن يمسح فقط، فحينئذ يجزئه. إذن صارت حالات الإجزاء كم؟ ثلاث، وحالات عدم الإجزاء اثنتان، وصارت حالة عدم الإجزاء اثنتين، واضح يا شيوخ ولا لا؟ طيب انتبه معي، لما قلنا هنا فلو مسح الأعلى فوصل البلل إلى الأسفل، فوصل البلل هذا قيد خرج به ما لو لم يصل البلل، فلا يصح المسح أصلا. هذه خلاصة مسألة الجرموق. قال رحمه الله تعالى ولا جرموقان في الأظهر، ثم قال ويجوز مشقوق قدم شد في الأصح، أي ويجوز المسح على الخف إذا كان مشقوق القدم وشد بالعراء، والعراء معروف الآن، تمام، تشبه الخيوط التي تكون بالخف، فإنه يجزئ. بمعنى آخر أنه لا يشترط أن يكون الخف قطعة واحدة، بل لو كان له عراء مثلا فإنه يجزئ المسح عليه. اليوم لو كان مثلا الخف مثل بعض الخفاف فيها سحاب، تعرفون السحاب، من باب أولى أنه يجزئ المسح عليه. انتهى رحمه الله تعالى من بيان الشروط. إذن خلاصة الشروط كم التي ذكرها؟ خمسة، صح؟ خمسة شروط، واحد منها غير معتمد والباقية معتمدة. ثم قال ويسن مسح أعلاه، الآن هذا شروع في كيفية المسح على الخفين. قال ويسن مسح أعلاه وأسفله خطوطا، ويكفي مسمى مسح،
يحاذي الفرض إلا أسفل الرجل وعقبها فلا على المذهب. قلت حرفه كأسفله والله أعلم. انتبه معي، للمسح على الخف كيفيتان، كيفية مجزئة كيفية كاملة. المجزئة أن يمسح بعض ظاهر أعلى الخف مما يحاذي القدم. كم هذه؟ بعض أعلى ظاهر الخف مما يحاذي القدم. هذا البعض كم مقداره؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى مسمى مسح، فيجزئ ما يسمى مسحا كما قلنا في مسح الرأس. قال بعض أعلى خرج به مسح السفل فقط أو العقب أو السفل مع العقب أو الحرف، فإن هذا لا يجزئ، لا بد أن يمسح أعلى الخف. وهذا أيضا يستفاد من تعبير بعض الفقهاء بقولهم باب المسح على الخفين، على الخفين، لكن هنا عبر فقال باب مسح الخف لم يأتي بعلى. طيب لما قلنا إيش؟ مسح بعض أعلى ظاهر، لما قلنا ظاهر أخرج باطن الخف فلا يجزئ مسحه. طيب لما قال مما يحاذي القدم أخرج ما يحاذي الساق مثلا، أو لو كان الخف طويلا من بعد الأصابع، أصابع القدم إلى هنا والخف ما زال طويلا، فإن هذا الذي لا يحاذي القدم لا يجزئ المسح عليه. فهمت علي؟ فهنا القيود كم أو الضوابط كم؟ أربعة. هذه كيفية المجزئة. والكيفية الكاملة أن يمسح أعلاه وأسفله مع العقب خطوطا، أن يمسح أعلاه وأسفله مع العقب خطوطا. والأولى أن يضع يده اليسرى تحت عقبه واليمنى على ظهر الأصابع، ثم يمر اليسرى إلى أطراف الأصابع ويمر اليمنى إلى آخر الساق، أي آخر الساق مما يلي القدم. واضح؟ ويستحب أن تكون الأصابع مفرقة، مفرقة هكذا، تمام؟ يستحب أن تكون الأصابع مفرقة لأحاديث ورد في ذلك أشار إليه العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة. إذا تقرر هذا بارك الله فيكم، نعود إلى عبارة المثل. قال ويسن مسح أعلاه وأسفله خطوطا. إذن الإمام النووي رحمه الله تعالى بدأ بالكيفية المستحبة أو بالكيفية الواجبة؟ المستحبة. قال ويكفي مسمى مسح، هذا المجزئ الآن، ويكفي هذا المجزئ، ويكفي مسمى مسح يحاذي الفرض، تمام، إلا أسفل الرجل، أي فلا يكفي الاقتصار عليه، وعقبه، وعقبها، أي لا يكفي الاقتصار على العقب وهو مؤخر القدم، فلا على المذهب. ومستند المذهب حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه المشهور، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى خفه. فورد الاقتصار على الأعلى ولم يرد الاقتصار على مسح أسفل الخف. انتبه معي. قال قلت حرفه كأسفله، ما المعنى؟ المعنى أن حرف الخف، تعرفون الحرف؟ تمام؟ حرف الخف هذا الحرف الذي هنا، هذا حرفه كأسفله، في أنه لا يكفي الاقتصار عليه، لا يكفي الاقتصار على مسحه. طيب أسألكم سؤالا، الأسفل يستحب مسحه أو لا؟ يستحب مع الأعلى، يستحب مع الأعلى. مقتضى هذا أن الحرف يستحب مسحه مع الأعلى أيضا، لأن الإمام النووي شبه الحرف بالأسفل
فكما أن الأسفل يستحب أن يمسح مع الأعلى، كذلك الحرف يستحب أن يمسح مع الأعلى. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا مسح إيش قال؟ نعم. هل يعني نعم. هذا أنه يفرق بين أصابعه حتى يشمل الأسفل والحرفين جميعا مرة واحدة؟ لا، بعد ذلك سيمسح. بعد ذلك بالنسبة للحرف سيمسحه بعد ذلك، نعم. أما العقب سيأتي عليه. نعم. ولا مسح لشاك في بقاء المدة. المسح على الخفين رخصة، والرخصة ما هي؟ ما كان على خلاف الأصل لدليل واضح أو لعذر مع بقاء سبب الحكم الأصلي. وفي ذلك يقول الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في جمع الجوامع: وحكمنا الشرعي إن تغير إلى سهولة لأمر عذر مع قيام سبب الأصلي سم برخصة كأكل ميت والسلم. فقال هنا: ولا مسح لشاك في بقاء المدة. الرخص لا تناط بالمعاصي، الرخص لا تناط بالشك، الرخص الغالب فيها الاتباع. هذه ثلاث قواعد تتعلق بالرخص. لما كان المسح على الخفين رخصة، إذا حصل شك في هذه الرخصة هل يستعملها أو لا يستعملها، الأصل عدم استعمال الرخصة. بناء على ذلك لو شك هل انقضت المدة أو لم تنقضي، نقول عليك أن تعدل عن مسح الخفين إلى غسل القدمين، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي. وكذلك لو شك هل له مدة حضر أو له مدة سفر، نقول المتيقن مدة الحضر، فتمسح يوما وليلة دون ثلاثة أيام بلياليها. وفي الزبد يقول: وإن يشك في انقضاء غسل، وشرطه الطهر بلبس كمل. قال رحمه الله تعالى: فإن أجنب وجب تجديد لبس. هذا شروع من الإمام النووي رحمه الله تعالى في بيان مبطلات المسح على الخفين. قال: فإن أجنب وجب تجديد لبس. أقول أولا: مبطلات المسح على الخفين ثلاثة. الأول: حدوث ما يوجب الغسل. الثاني: انتهاء المدة. الثالث: خلع الخفين أو واحد منهما أو انخلاعهما. وجمع هذه الثلاثة العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى في بيت واحد فقال: مبطله خلع ومدة الكمال، فقدميك اغسل وموجب اغتسال. فقال هنا: فإن أجنب وجب تجديد لبس. ومثل الجنابة هنا بارك الله فيكم، لو طرأ حيض، أو نقول مثلا إذا طرأ حدث حيض، أو إذا انقطع الحيض، طبعا إذا انقطع لأنه سيكون اغتسال، إذا انقطع الحيض، تمام؟ إذا انقطع الحيض وأرادت نحو صلاة، كذلك في النفاس، كذلك في الولادة، على ما سيأتي معنا إن شاء الله في هذا الدرس، ربما نكمل ندخل في موجبات الغسل. قال: فإن أجنب وجب تجديد لبس. ثم قال: ومن نزع وهو بطهر المسح غسل قدميه وقيل يتوضأ. لو نزع وهو بطهر مسح فإنه يغسل قدميه فقط وقيل يتوضأ، وهذا الذي أشار إليه صاحب الزبد بقوله: فقدميك اغسل، مبطله خلع ومدة الكمال، فقدميك اغسل وموجب اغتسال. ولو تكرمت اعرض علينا الصورة الثالثة. أيوه، أحسنتم. انظر معي، لو أحدث لابس الخف والحال أنه في طهارة غسل أو في طهارة مسح أو باق على الحدث، وانتهت المدة أو خلع خفيه، فما الحكم؟ نقول: إذا كنت في طهارة غسل، ما معنى في طهارة غسل؟
أي أنه توضأ وغسل قدميه ولبس خفيه ثم لم يحدث، خلع الخفين، فحينئذ الأمر واضح، له أن يلبس خفيه ولا يلزمه شيء. هذه الحالة الأولى، هذا معنى قولنا في طهارة غسل. ولو انتهت المدة أو خلع خفيه حال كونه محدثا فواضح أنه يجب عليه الوضوء. تمام، هاتان المسألتان الأمر فيهما واضح. المسألة الثالثة، لو أنه خلع خفيه حال كونه في طهارة مسح، مثلا المدة في حقه تنتهي في الساعة التاسعة وهو توضأ في الساعة الثامنة والنصف، جاءت الساعة التاسعة وهو توضأ في الثامنة والنصف ومسح على خفيه، جاءت الساعة التاسعة وهو في طهارة مسح، الآن في الساعة التاسعة والنصف يريد أن يصلي الضحى مثلا، ما الذي يلزمه؟ انتهت المدة، ما الذي يلزمه؟ واضح؟ نقول الذي يلزمه على المعتمد أن يغسل القدمين فقط، هذا هو المعتمد. تمام؟ لماذا؟ لأن الذي بطل هو طهارة المسح، ولما كان الذي بطل هو طهارة المسح فيتعين غسل القدمين، أما بقية الأعضاء فإن طهارتها لم تبطل. هذا مستند المعتمد، واضح يا شيخ ولا لا؟ طيب، وهنالك قول أشار إليه الإمام النووي رحمه الله تعالى فقال وقيل يتوضأ أنه يجب عليه الوضوء. هذا القيل وقيل يتوضأ ما مستنده؟ هذا القيل له مستندان، انتبه معي. المستند الأول هو أن الوضوء يبطل بانتهاء المدة أو بخلع الخفين، لأن الوضوء كالصلاة، فكما أن الصلاة يبطل كلها ببطلان بعضها كذلك الوضوء يبطل كله ببطلان بعضه، فهمت علي؟ والمستند الثاني القول بوجوب الموالاة في الوضوء، فقالوا بناء على القول بوجوب الموالاة، وأنتم تعلمون أن القول بوجوب الموالاة قول قديم للشافعي رضي الله عنه ورحمه الله. تمام؟ فالإمام الشافعي يمكن أن يقال أنه بناء على القول القديم له يخرج وجوب الوضوء، فهمنا؟ جميل. وهذا هو المعتمد عند الحنابلة، أي أنه إذا خلع الخف أو انتهت المدة حال كونه في طهارة مسح وجب عليه أن يتوضأ، وهذا القول أحوط، لكن المعتمد قوي، المعتمد معتمد يعني. تمام؟ الرأي الثالث أنه لا يجب عليه شيء. إيش معنى لا يجب عليه شيء؟ أي لا يجب عليه لا غسل القدمين على المعتمد ولا يجب عليه الوضوء من باب أولى. وهذا الرأي الثالث اختاره الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع شرح المهذب. ومستند هذا الرأي، رأي الإمام النووي رحمه الله تعالى، القياس على من مسح شعره في الوضوء ثم حلق شعره فإن وضوءه لا يبطل ولا يلزمه شيء، لا أن يمسح الرأس بعد حلقه شعره ولا أن يتوضأ، فهمت؟ إذن هذه ثلاثة آراء في المسألة، المعتمد فيها أنه يغسل قدميه وهو الذي قرره العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى فقال مبطله خلع ومدة الكمال فقدميك اغسل وموجب اغتسال. إذا تقرر هذا فإن الإمام النووي رحمه الله تعالى له مسألتان في باب مسح الخفين اختار فيهما خلاف المعتمد في المذهب،
المسألة الأولى أن المدة عند الإمام النووي تبدأ من المسح لا من نهاية الحدث، والمعتمد أن المدة تبدأ من نهاية الحدث. المسألة الثانية أنه لو خلع خفيه أو انتهت المدة والحال أنه في طهارة مسح لم يجب عليه شيء على ما اختاره الإمام النووي، والمعتمد أنه يجب عليه غسل القدمين. وهنالك قول للإمام الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة أنه يجب عليه الوضوء. نكون بهذا انتهينا من درس المسح على الخفين. هنالك تتعلق مسائل، يعني ما يكره في مسح الخفين ونحو ذلك، لم يتعرض لها المتن، فيعني لا نطيل المقام بذكرها، يمكن أن تطالعوها في متون أخرى. قال رحمه الله تعالى: باب الغسل. باب الغسل. الغسل والغسل والغسل، ما الفرق بينها؟ انتبه معي. الغسل، الغسل بالفتح له معنيان أو له إطلاقان. إطلاق الأول مصدر، غسل غسلا، والإطلاق الثاني اسم مصدر من الفعل اغتسل، من الفعل اغتسل، اسم مصدر من الفعل اغتسل، هذا الغسل بفتح الغين. طيب، والغسل بضمها له ثلاث معاني: مصدر واسم مصدر والماء الذي يغتسل به. لما قلنا مصدر واسم مصدر بهذا يتحد الغسل والغسل، لكن الغسل يزيد بمعنى ثالث وهو أنه يطلق على الماء الذي يغتسل به. جيد؟ إذن الغسل له كم إطلاقات؟ ثلاثة. أما الغسل بكسر الغين فهذا اسم لما يغسل به الشيء كصابون وسدر ونحوهما. إذا تقرر هذا فإن الغسل بمعنى المصدر أو بمعنى اسم المصدر، والغسل بمعنى المصدر أو اسم المصدر، معناه في اللغة سيلان الماء على الشيء، ومعناه في الشرع سيلان الماء على البدن بنية مخصوصة. والغسل بارك الله فيكم هو المقصد الثاني من مقاصد الطهارة. بيّن الإمام النووي رحمه الله تعالى ما يوجب الغسل فقال: موجبه موت وحيض ونفاس وكذا ولادة بلا بلل في الأصح. قال موجبه أي ما يوجب الغسل موت، المراد يجب الغسل بالموت لمسلم ليس شهيدا. فهنا قيدان: القيد الأول خرج به وهو المسلم غير المسلم، فإن تغسيله ليس واجبا بل جائز، فالكافر سواء كان معصوما أو غير معصوم تغسيله جائز. وقولنا غير شهيد، خرج به الشهيد الذي قتل في معركة الكفار، فإن تغسيله حرام. وحيث بالإجماع ومستند ذلك القرآن الكريم، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن الآية. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاغسلي عنك الدم وصلي. وهذا بالإجماع. والنفاس كذلك يجب الغسل منه إجماعا. والموجب في الحيض والنفاس مركب من أمرين: الأمر الأول انقطاع الدم، والأمر الثاني إرادة صلاة ونحوها. فبمجرد الانقطاع لا يجب الغسل، إنما يجب الغسل بالانقطاع مع إرادة صلاة أو نحوها. الموجب الثالث
قال الموجب الرابع، قال وكذا ولادة بلا بلل في الأصح. انتبه معي، الولادة توجب الغسل ولو كانت الولادة لعلقة. العلقة كم عمرها؟ كم عمر العلقة؟ 80 يوما، من 40 الى من 41 الى 80. نعم، من 40 الى 80. من 41 الى 80، صح؟ طيب، إذا ولدت المرأة علقة، بمعنى لو ولدت المرأة بعد شهرين من الحمل، هذه علقة، صح؟ ما الذي يترتب على خروج العلقة؟ نقول الذي يترتب على خروج العلقة ثلاثة أحكام. الأول درسنا وجوب الغسل، الثاني ثبوت النفاس أي يثبت لها أحكام النفساء، الثالث الفطر من الصوم. فهذه ثلاثة أحكام مترتبة على خروج العلقة، تمام؟ فإذا خرجت المضغة، وكم عمر المضغة؟ من 81 إلى 120، صح؟ جميل. فإنها تترتب هذه الأحكام ويزيد حكم الرابع وخامس. الرابع انقضاء العدة، والخامس ثبوت الاستيلاد في الأمة، أي تصبح الأمة أم ولد إذا كانت المضغة فيها صورة آدمي. معي؟ بمعنى آخر، انتبه، لو أن المرأة الحامل وضعت علقة، فهل تنقضي بذلك العدة أو لا؟ الجواب لا. إذن هذه أحكام ينبغي أن تحفظ، لأن النساء يسألن عنها كثيرا. إذا تقرر هذا، فما علة وجوب الغسل بالولادة؟ الجواب، علل فقهاؤنا الشافعية رحمهم الله تعالى بتعليلين. التعليل الأول، قالوا يجب الغسل بالولادة لأن الولد مني منعقد، تمام؟ والتعليل الثاني، قالوا لأن الولادة مظنة خروج النفاس، فلما كانت مظنة خروج النفاس وجب الغسل بسببها، وأقيمت المظنة مقام المئنة فأصبحت سببا مستقلا على النفاس، وبالتالي حتى لو حصلت ولادة جافة بلا بلل فإن الغسل واجب. وهذا الذي أشار إليه الإمام النووي رحمه الله تعالى بقوله بلا بلل في الأصح. ثم قال رحمه الله تعالى وجنابة، هذا الموجب الخامس من موجبات الغسل بالإجماع. والجنابة بارك الله فيكم تحصل من آدمي حي، سواء كان فاعلا أو مفعولا فيه، فلا يوصف بالجنابة غير الآدمي، ولا يوصف بالجنابة الميت. معي؟ مثلا البهيمة إذا جمعت لا توصف بأنها جنب، كذلك الميت إذا جمع فإنه لا يوصف بأنه جنب، وبالتالي لا يجب تغسيله إذا كان قد غسل بسبب الموت. إذن من الذي يوصف بالجنابة؟ الذي يوصف بالجنابة الآدم، الآدمي، والمراد بالآدمي هنا ما يشمل الجن، الآدمي الحي سواء كان فاعلا أو مفعولا فيه. والجنابة لها سببان باعتبار ما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى في المتن. السبب الأول هو الإيلاج، والسبب الثاني خروج المني. فبدأ بالسبب الأول فقال وجنابة بدخول حشفة أو قدرها فرجا، وهذا المقطع من المتن فيه أربع مسائل. المسألة الأولى لما قال بدخول، دخول إلى ماذا؟ واضح؟ المراد
دخول إلى ما لا يجب غسله في الاستنجاء. دخول إلى ما لا يجب غسله في الاستنجاء. طيب لما قال دخول حشفة، المراد بقوله حشفة أي جميع الحشفة، فلا يجب الغسل إذا دخل بعضها، إنما يجب بدخول جميعها. تمام. الثالث لما قال أو قدرها، أي عند فقد الحشفة، فأما لو دخل من الذكر قدر الحشفة مع وجود الحشفة فإن الغسل لا يجب، فإن قدرها إذا دخل أي قدر الحشفة إذا دخل لا يجب الغسل إلا عند انعدام الحشفة. واضح يا شيوخ؟ طيب الرابع لما قال فرجا، المراد بالفرج قبلا أو دبرا سواء كان لآدمي أو لبهيمة. إذن هذه أربع مسائل في عبارته. وإطلاقه رحمه الله تعالى يؤخذ منه أن الغسل واجب بكل دخول حشفة أو قدرها فرجا، سواء كان ناسيا أو ذاكرا، مختارا أو مكرها، ولو لف على ذكره خرقة ولو كانت تلك الخرقة كثيفة. فالغسل واجب في الحالات كلها. واضح يا شيوخ؟ ثم قوله رحمه الله بدخول حشفة، قوله حشفة خرجت مخرج الغالب أو خرج مخرج الغالب، فلو حصل أن الذكر ليس له حشفة كبعض الحيوانات مثلا، ليس له حشفة، فحينئذ نقول إن دخولها يوجب الغسل. تمام. وتقدر له حشفة بحشفة آدمي معتدل. قال رحمه الله تعالى وبخروج مني من طريقه المعتاد وغيره. قالوا بخروج، هذا هو السبب الثاني من أسباب ماذا؟ من أسباب حصول الجنابة، خروج المني. لما قال خروج، خروج إلى ماذا؟ أول قال دخول، دخول عرفنا إلى ماذا؟ إلى ما لا يجب غسله بالاستنجاء. طيب الآن خروج، خروج إلى ماذا؟ نقول خروج إلى ظاهر الحشفة بالنسبة للذكر. تمام؟ وخروج إلى ظاهر الفرج بالنسبة للمرأة البكر. وخروج إلى ما يظهر عند جلوس الثيب على قدميها، هذا بالنسبة للثيب. تمام؟ والمني الذي يوجب الغسل هو مني الشخص نفسه الذي يخرج منه أول مرة، فلو خرج منه مني غيره كما لو جامع مكرهة فاغتسلت وبعد اغتسالها خرج منها المني، أو جامع صغيرة كذلك، فإنه لا يجب عليها الغسل لأن المني الذي خرج ليس منيها. وقولنا الذي خرج منه أول مرة خرج به ما لو خرج منه مني فاستدخله. تمام. ثم خرج ثانية فإنه لا يجب الغسل بخروجه ثانية إذا كان قد اغتسل بعد خروجه في المرة الأولى. وفي الصورتين هاتين يجب عليه الوضوء فقط. قال رحمه الله تعالى من طريقه المعتاد أو غيره. لو سمحت افتح لنا الصورة حتى نقرر هذه المسألة. هل لا بأس إذا نستمر أو تحبون أن نتوقف؟ شيخ عبد الرحمن نستمر. ها جيد، نستمر شيخ، نستمر شيخ. نعم، أنا يؤذن عندي بعد ربع ساعة، نستمر نكمل هذه المسائل ونقف إن شاء الله. خروج المني، انظر، خروج المني إما أن يكون من المعتاد أو من غير المعتاد. فإذا كان خروج المني من المعتاد فإنه يوجب الغسل بثلاثة شروط. الشرط الأول
أن يكون مني الشخص نفسه، وأن يكون خارجا منه أول مرة، وأن يخرج إلى ما مر ذكره، وهو ظاهر الحشفة وظاهر فرج البكر، وما يظهر من جلوس الثيب عند جلوسه على قدميها. فهمنا؟ هل يشترط في هذه الحالة أن يكون مستحكما؟ لا يشترط. تمام؟ هذا إذا خرج من المعتاد. طيب وإذا خرج من غير المعتاد؟ هذا فيه تفصيل. إذا خرج من غير المعتاد ننظر هل الأصلي منسد خلقة، أو الأصلي أي المخرج الأصلي منسد انسدادا عارضا. فإن كان الأصلي منسدا انسدادا عارضا فإنه يشترط مع الشرطين السابقين، وهما أن يكون المني مني الشخص نفسه، وأن يكون خارجا منه أول مرة. يشترط مع هذين الشرطين أن يكون المني مستحكما، هذا الشرط الثالث. ما معنى مستحكما؟ أي أن يكون خارجا لغير علة، أن يكون المني خارجا لغير علة. تمام؟ لغير مرض. الآن في حالة الانسداد العارض، تمام؟ والشرط الثاني أن يكون هذا المني خارجا من تحت صلب الرجل، وهو آخر فقرة من فقار ظهره، ومن تحت ترائب المرأة. هذا الشرط عند العلامة ابن حجر. وقال العلامة الرملي: سواء كان خارجا من تحت صلب الرجل وترائب المرأة أو منهما، في الحالتين يجب الغسل. واضح؟ واضح أو غير واضح؟ هذا الأخير واضح غير واضح شيخنا، كيف يعني منهما؟ انتبه، أين صلب الرجل؟ هذه فقار الظهر. علامة بن حجر يقول لابد أن يخرج من آخر فقرة من فقار الظهر. علامة الرملي قال لا يشترط أن يكون من آخر فقرة أي خروجه، بل لو خرج منه أي من الصلب ولو من غير آخر فقرة فعنده يجب الغسل. فهمت عليا؟ الضمير هما إلى أين يرجع؟ منهما أي من 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 صلب الرجل وترائب المرأة. هو بماذا اختلف عما قاله السابق؟ هو قال كونه خرج من تحت صلب الرجل وترائب المرأة. انتبه معي، هذا العمود ترى يدي، هذا عمود الظهر بالنسبة للرجل، هذه آخر فقرة. العلامة ابن حجر يقول إن خروجه يوجب الغسل إذا كان من آخر فقرة. تمام؟ أيوة. فلو خرج منه أي من نفسي من نفس الفقار غير آخر فقرة، عند العلامة ابن حجر لا يجب الغسل. نحن نمثل بالرجل لأنه أقرب للتصور. عند العلامة الرملي يقول ما دام أنه خرج من الفقرات مطلقا يجب الغسل، سواء كان من آخرها أو من غير آخرها. فهمت علي ولا لا؟ نعم. فقال هنا في الشرط كونه خرج من تحت الصلب للرجل وهو آخر فقار الظهر أو ترائب المرأة، هذا عند العلامة بن حجر. وقال الرملي أو يعني خرج من تحت أو خرج منهما أي من الصلب أو الترائب وإن لم يكن من تحتهما. فهمت علي؟ هذا متى؟ إذا كان الأصلي منسدا انسدادا عارضا. طيب إذن هنا يشترط الاستحكام أو لا يشترط؟ يشترط الاستحكام، ويشترط أن يكون خارجا من تحتهما عند العلامة ابن حجر. طيب في حال أن الأصلي انسد انسدادا خلقيا، فعندنا الشرط الأول والثاني معلومان. طيب الشرط الثالث، هل يشترط أن يكون المني مستحكما في هذه الحالة؟ أي في حالة أن المخرج الأصلي منسدا انسدادا خلقيا أو لا يشترط؟
هل يشترط أن يكون المني مستحكما أي خارجا لغير علة أو لا يشترط؟ العلامة الرملي قال يشترط، العلامة بن حجر قال لا يشترط في هذه الصورة أن يكون المني مستحكما. معي؟ يعني حتى لو خرج لعلة عند العلامة بن حجر يجب الغسل. لماذا؟ لأن هذا المخرج أصبح كالأصلي، كما أنه في الأصلي لا يشترط الاستحكام كذلك هنا لا يشترط الاستحكام، لأن الأصلية انسد انسدادا خلقيا، فهذا المخرج المنفتح أصبح كالأصلي. فهمت علي ولا لا؟ إن شاء الله. طيب هل يشترط كونه خارجا من أي منفتح في البدن من أي مكان؟ قال العلامة الرملي يشترط كونه خارجا من أي منفتح من البدن غير المنافذ، بمعنى لو خرج من الأذن خرج من الأنف عنده لا يوجب الغسل عند العلامة الرملي. والعلامة بن حجر قال حتى لو خرج من المنافذ، حتى لو خرج المني من أذنه أو من أنفه فإنه يوجب الغسل. تمام. تلخيص الكلام أن الخلاف بين العلامتين بن حجر والرملي في ثلاث مسائل. مسألة الأولى في اشتراط كون خروجه من تحت الصلب والترائب حال الانسداد العارض، من الذي اشترط هذا؟ ابن حجر. أحسنت. المسألة الثانية في اشتراط كونه مستحكما حال الانسداد الأصلي، من الذي اشترط هذا؟ الرملي. الثالث في اشتراط عدم خروجه من غير المنافذ في حال الانسداد الأصلي، هذا اشترطه العلامة الرملي. واضح؟ إذن هذه الآن خلاصة المسألة، وهذا يوفر لك فهما لكلام الفقهاء مذكور في الحواشي والشروح. بقي عندنا الآن الإمام النووي رحمه الله تعالى كم صورة ذكر للجنابة؟ الجنابة تحصل بكم سبب؟ ذكر سببين. هنالك سبب ثالث لم يذكره الإمام النووي رحمه الله وذكره غيره مثلا موجود في المقدمة الحضرمية لو رجعتم إليه، وهو إذا رأى منيا في ثوبه الذي لا يرتديه غيره أو فراشه الذي لا ينام عليه غيره فإنه يجب عليه الغسل. واضح يا شيوخ ولا لا؟ إذا رأى منيا في ثوبه الذي لا يرتديه غيره أو فراشه الذي لا ينام فيه غيره، أي ممن يحتمل أن له منيا، تمام؟ فحينئذ يجب عليه الغسل. وفي الحقيقة نقول يجب الغسل في هذه الصورة بثلاث شروط. انتبه معي، بكم شروط؟ بثلاثة. الشرط الأول أن يكون هذا المني محققا أنه مني، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يكون ذلك الثوب لا يرتديه غيره وذلك الفراش لا ينام عليه غيره ممن يحتمل أن له منيا، أن يكون ذلك الثوب لا يرتديه غيره وأن ذلك الفراش مثلا لا ينام عليه غيره ممن يحتمل أن له منيا. الشرط الثالث، وهذا الشرط الثالث عند الرملي رحمه الله وخالفه ابن حجر، أن يكون ذلك المني في باطن الثوب، في باطن الثوب. قال العلامة الرملي فلو كان ذلك المني في ظاهر الثوب لم يجب عليه الغسل. لماذا؟ قال الاحتمال أنه أصابه من غيره، الاحتمال أنه أصابه من غيره. جيد. والعلامة ابن حجر رحمه الله قال سواء رآه في باطن الثوب أو في ظاهر الثوب لا فرق بينهما. وإطلاق العلامة بافضل في المقدمة الحضرمية يقتضي هذا، أنه يشمل باطن الثوب وظاهره. جيد. نكتفي بهذا القدر الآن، بعد دقيقة تقريبا يؤذن عند المغرب. جزاكم الله خيرا جزاكم.
الله يحفظك. أرجوكم متى؟ الله منكم الصيام. اللهم آمين وإياكم. متى؟ في أي يوم آخر إذا كان لا يناسبكم هذا الوقت يوم الجمعة ويناسبكم في غير يوم الجمعة تفضلوا. نجعل الثلاثاء الآن عندي هذا الشهر إجازة، نجعل درسين في الأسبوع وربما نجعل ثلاثة دروس في الأسبوع. نعم شيخنا، يعني الإخوة لم يجيبوا بعد عن هذا الإشكالية يعني. إن شاء الله سأجيبكم شيخنا إن شاء الله. إن شاء الله سأشير الإخوة يوم الجمعة هذا الوقت صعب. يكون عندنا في مصر صلاة الجمعة لا بأس، غير الجمعة لا بأس، أي يوم أخبروني. جزاكم الله خير إن شاء الله. الله يحفظكم. إذا كان مثلا يوم الخميس مثلا مناسب